سؤال بيطرح نفسه، هذا السؤال طرحه الحكم القضائي الذي أصدره المستشار عبد المنعم عبد الستار ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين والثوار من الضباط أمام قسم السيدة زينب. السؤال بيطرح نفسه النهاردة، طيب هل هذا الحكم سوف ينعكس على باقي القضايا المنظورة بما فيها قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من معاونيه؟ هذا السؤال أطرحه على ضيوفي اللي مشرفيني النهارده في الاستوديو، الاستاذ ممدوح رمزي المحامي عن اسر الشهداء في قضيه الرئيس السابق مبارك، الاستاذ سامي كمال محامي عن عدد من ضباط الشرطه صاحب حكم اول حكم ببراءه الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. اهلا بيك يا استاذ سامي. الاستاذ كريم كامل حسن محامي عن اسر الشهداء، اهلا بيكم. وابدا بالاستاذ ممدوح، هل حكم براءه ضباط السيده زينب يفتح البراءه امام المتهمين في القضايا المماثله؟ بالتأكيد لا، لأنه لكل قضية ظروفها ولكل حالة كيوفها، يعني بمعنى أنه دي قضية خاصة بذاتها، القاضي أمامه أوراق، يعني دائما المحامي والقاضي كلاهما يدور في إطار الأوراق أو أوراق الدعوة، من خلالها ما إذا كانت هذه الأوراق دليل إدانة أم دليل براءة. لو أن الأوراق تصب في صالح المتهمين بيتحصلوا على البراءة لعيب في الإجراءات، لبطلان في الإجراءات، لشهود إثبات، لشهود نفي إلى آخره. لكن مش معنى أنه الضباط خدوا براءة في قضية لظروف، يعني أنا أتصور حسب مطالعاتي للقضية سيدة زينب أنه الضباط كانوا في أماكنهم وأن المجني عليهم هم الذين اتجهوا نحوهم. هنا بنسميه ايه؟ القانون يسميه ضرورة ملجئة او دفاع شرعي. انه الدفاع الشرعي عن نفسه او نفس الغير او ماله ده حق كفله المشرع، وبيعطي بذاته براءة للمتهمين اذا كانوا في حالة ضرورة ملجئة، ما فيش قدامهم غير انهم يدافعوا عن نفسهم حتى يحموا انفسهم ونفس الغير او مالهم ومال الغير. فتقديري انا أنه القضية طبعا المتهمين تحصلوا على براءة فيها لأنهم كانوا في حالة في ضرورة ملجأة أو حالة دفاع شرعي عن أنفسهم، ده اللي حصل. لكن بالتأكيد إحنا لم نطلع على الحكم أصلا ولم يصدر حتى الآن، فما نقدرش نقيم ما إذا كان هذا الحكم قد جانبه الصواب أو هذا الحكم غير صحيح، دي مسألة. طيب أستاذ كريم، يمكن هو أحد المحامين والمحكمة استندت إلى أن الضباط كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، لكن البعض بيقول طب ليه الضباط لم يكتفوا بضرب المتظاهرين لتعجزهم وليس لقتلهم؟ بالنسبة لواقعة القضية كما هو ثابت من الأوراق، أن بالنسبة للمتهم الثالث للمتهم الخامس فهو ثبت للمحكمة يقينيا أنهم لم يكن متواجدين على مسرح الجريمة. أما بالنسبة للأول والثاني فتواجدوا في السديهات المعروضة على سطح القسم، والمحكمة اعتبرتهم منهم في حالة من الضرورة التي لا يستطيع شخص أن يخرج منها إلا عن طريق ارتكاب جريمة، وارتكاب الجريمة هنا هي حالة من حالات الضرورة المانعة من موانع المسؤولية، وبناء عليه المحكمة قضت بالبراءة. وفي نفس الوقت قضت بحالة الدعوة المدنية اللي هي متعلقة بالتعويض للمحكمة المدنية المختصة، وده طبقا لقانون المادة 61 من قانون العقوبات. طيب أستاذ كريم، النهاردة أسر الشهداء مطلوب منهم إيه في ظل هذا الحكم النهاردة؟ إيه الإجراء المفروض يتخذوه؟ وحضرتك بس أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا بالنسبة لتأثير الحركة السؤال اللي حضرتك سألته بالنسبة لتأثير الحكم في القضية دي على مثلا بقية القضايا طبعا وأهمها قضية طبعا محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. يعني عشان بس نطمن الناس، وطبعا أنا يعني بضم صوتي لصوت الأستاذ ممدوح إن فعلا كل قضية ليها ظروفها وملابساتها وواقعها، وقضي الموضوع لحرية التقدير في النقطة دي. حضرتك برضو حاجة برضو زيادة برضو عايز أقولها بالنسبة للقضية بتاعت حسني مبارك محاكمة الرئيس السابق، حاجة مهمة جدا أن أمر الأحالة بتاع النيابة العامة في القضية دي كل أسامي المجني عليهم فيها هما ضحايا في أحداث السلمية، مش ضحايا أمام إسلام ولا حاجة،
واخد بال سعادتك. فطبعا طبعا لو هما طبعا كان ضحايا قدام اقسام كان ممكن برضه تخش برضه في حته برضه يا ترى هل ممكن يطبق نفس لو هما النهارده حتى النهارده النيابه قالت النهارده ان القضيه خاصه بالناس الضحايا والشهداء اللي سقطوا في الميادين وليس طبعا في قضايا اخرى خاصه بالاقسام. لما حرك لهم حق التظاهر السلمي ده حق طبعا مفروض يبقى بالدستور والقانون. فدي حاجه بس نحب نوضحها عشان برضه ايه الناس تكون في اطمئنان، يعني ما فيش اي تاثير ان شاء الله بالنسبه للحكم ده على اي على سير اي حاجه. استاذ ممدوح دفاع الرئيس السابق السابق قائد الدفاع ضابط قناص العيون وطلبوا جميعا الاستناد لحكم براءة ضباط السيدة، هل ممكن فعلا يستفيدوا من هذا الحكم لصالحهم في قضاياهم؟ اطلاقا، انا زي ما قلت لحضرتك كل قضيه خاصه بذاتها مش معنى ان الضباط تحصلوا هنا يبقى بالضروره مبارك ورفاقه يتحصلوا، لا، لانه زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج انه القاضي مقيد بما أمامه من أوراق وكذلك الدفاع. لكن هي بتتعلق بتفتيح القضية، إزاي دفاع المتهمين يستدعي شهود نفي أو شهود إثبات أو طب شرعي أو إلى آخره عشان تتفتح القضية ويشوفوا ما إذا كان فيها أوجه عوار أو قصور في الإجراءات أو في تحقيقات النيابة أو إلى آخره. كل ده يؤدي بطبيعة الحال طبعا أن يساعد المتهمين. يعني حنقول مثلا في قضية مبارك في قتل المتظاهرين لم يأتي، ويمكن أنا حاضر المحاكمة من بدايتها، لم يأتي شاهد واحد أدان مبارك وقال في حقه أنه أعطى أمر لوزير داخليته باستعمال العنف أو إلى آخره، حتى شهادة المشير وقطع فعلا أنه ما فيش حد خد تعليمات لا الجيش ولا الشرطة بالتصدي للمتظاهرين واستعمال القوى المفرطة ومنها السلاح الناري أو الطلقات النارية. من هنا أقول يجب الفصل حتى لا نهيئ الرأي العام لأنه يقول أن كل هذه القضايا سوف تتحصل بالبراءة. هذا طبعا قول خاطئ 100%، كل قضية مستقلة بذاتها، لكل قضية ظروفها. فبالتالي أتصور مفيش مجال للربط بين ما حدث حتى لو المحامين أو الدفاع طالب أنه هو يربط أو يأخذ الحيثيات أو قضية سيدة زينب لا 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 إلى هذه القضايا، لأنه لا يجوز الربط لأنها مش قضايا نمطية عشان أقدر أخذ من هنا وأحط هنا، لا إطلاقا. كل قضية لها مقوماتها، فبالتالي ما اقدرش اخذ قضيه جنايه السيده التي قضي فيها بالبراءه ان اخذها كدليل او تكئه لحصول باقي المتهمين في كافه القضايا على معانا الحاجه الفت وهي والده الشهيد اسلام علي. السلام عليكم يا حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضلي تحت امرك. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك. انا رايك ايه يا حاجه في هذا الموضوع؟ راي استاذ عمرو القضيه دي القاضي متعاطف مع الضباط لان القضيه مش مكتمله كمان، وبعدين في قضيه قتل خمس اولاد وسته مصابين ويعملها في اربع جلسات، عمرنا ما سمعنا كده. وبعدين ما كانش في طلبات من المحامين، وهم قالوا ان النيابه موديه القضيه مهلهله. فطبعا انا واحده ست كبيره وما اعرفش في الحاجات دي. وبعدين هقول لحضرتك واقسم بالله انا ابن طالب كليه حقوق جامعه القاهره. ايوه. ولا مالوش اي مشاكل، وجبت لهم شهادات من الكليه بان ابني حسن سر السلوك ولم يقع على اي جزاء. وعملوا تحريات عليه وكل حاجه، وهم كانوا الاقوى. لان الضباط كانوا بيروحوا يحضروا الجلسه ويروحوا شغلهم. ولا همهم ضحك وتهريج ولا همهم حاجه. الحكم ده ظالم، وقع علينا الظلم. وبعدين احنا طب انتوا هتعملوا ايه يا حاجه؟ انا هعمل نقض وهقلب الدنيا. انا مش هسكت يا استاذ عمرو، ده انا ابني دوت احسن، مش قادر اقول لك على اخلاقه شكلها ايه، وان انا ربيته مش قادر يتيم من هو عمره خمس سنين، وانا ربيته مش قادر وعارفه انا ربيت ابني ازاي. فلما اسكت على اخذ ذنب ابني، كل الشهداء اللي في مصر كل الضباط هتطلع براءه، وكل الشهداء هيتغدر دمهم. وده لا يرضى ربنا ولا يرضى حد. وانا عارفه ان حضرتك حقاني وبتحب الحق. الله يكرمك. السكوت عن حق شيطان اخر، وانا مش هسكت عن حق ابني ابدا. هعمل محاكمه واثنين وثلاثه، وان ما كانش كده هقوم ثوره من تاني.
لان ده حق استاذ عمرو. انا عشان واحده ست كبيره عمرها 60 سنه وما فيش حد واقف جنبنا الا ربنا. انا ربنا اكتر من كل المحامين اللي في الدنيا. ربنا ان شاء الله يرد لك حق ابنك يا حاج الف. يا رب يا استاذ عمرو انت عارف ده ظلم والله العظيم ظلم. ده كان جاب لنا يا استاذ عمرو سكنه عسكريه جايبين اكتر من 200 لواء وحوالي 500 عسكري وما رضيش يدخلونا القاعه ولا هم الضباط حضروا في اليوم ده. الضباط ما حضروش اصلا المحاكمه الجلسه. وطبعا هم عارفين جوزهم وراحت لهم البراءه لغايه عندهم. فكده يعني دي حرام حرام والله العظيم حرام. بعدين العيال واقفين يقولوا سلميه سلميه والاسم اول مره يحصل في اسم السيده في حاجه زي دي. واولادنا رايحين جايين. انا عندي ابني مصاب وابني شهيد يعني اثنين من اسره واحده ضربوا الواد المصاب هو عمه بيجري عليه راح ضرب له في دماغه من ورا. لو ابني مشاغب كان ضربوه في قرطه كان ضربوه في صدره. انا ابني بيجري على شارع بورسعيد. مشكوره جدا يا حاج الفت. اللي واقفين فوق الاسم وباين قوي في السي دي والقاضي شاهد السي دي مرتين جالسين ورا بعض وبرده ما اقتنعش. وباب الاسم كان مقفول من تحت. هيتهجموا عليهم ازاي؟ احنا اولادنا كانوا بيقولوا سلميه عايزين يعملوا مظاهره سلميه مش بلطجيه. مش بلطجيه والله العظيم. وبعدين لو جابوا خبير جنائي يشوفوا هم كانوا فين حط الاسم ازاي وابني واقف فين. ابني واللي معاه اربعه خمسه سيده زينب وسته مصابين منهم واحد عنده شهر رباعي من المصابين. يا حاج انا بشكرك جدا جدا وربنا ان شاء الله يرجع لك حق ابنك ان شاء الله باذن الله. عفوا. الحقيقه استاذ سامي يمكن الكلام اللي قالته الحاجه احكي لي حضرتك فيما يخص تحريات الداخليه. هو النهارده تحريات الداخليه جاءت في صالح المتهمين في احداث السيده. هل ده باعتبارهم اولا من ابناء الداخليه وان ادله اثبات عمليات القتل ايضا تم محوها وتدميرها؟ هو السؤال هل يصلح الداخليه انها تعمل تحريات في قضايا متهم فيها ضباط؟ معلش هو في مغالطه في الامر ان مفيش تحريات في هذه القضيه. مفيش تحريات. القضيه ديت عباره عن ادله قوليه مرسله من المبلغين بجانب سيديهات محرزه وكارت ميموري محرز لاحد المتظاهرين اللي هو صور هذه الواقعه و و و وفي حادثه يمكن جديده علينا احنا كقانونيين ان مستشار عاصم عبد الحميد المدعين بالحق المدني ارفقوا. ايوه. سيديهات اثناء جلسات. ووافق وتم تحريزها في الجلسه. واطلعنا عليها. ولابد ان احنا نوضح الامور امام الكافه. استاذ عمرو لابد ان الامور تتوضح امام الكافه لان احنا النهارده كل من يتكلم بعيدا عن الاوراق. نحن داخل هذه الاوراق. القاضي والمحامون داخل هذه الاوراق. الأوراق لا تنطق بالبراءة عبارة عن أقوال مرسلة حتى السيديهات اللي بتتحدث عنها الحاجة ولفة طبعا أنا بواسيها لأن أنا من أبناء السيدة زينب. أنا بواسيها ولكن في حقيقة الأمر الأوراق ليست كافية لإدانة المتهمين. ليست كافية تماما حتى السيديهات اللي تم عرضها. وأنا بقولها أن هذه السيديهات كانت دليل براءة المتهمين. ومن الذي قدمها؟ محامين المدعين بالحق المدني. وفي حادثه غريبه جدا ان احنا شكرنا المحامي المدعين بالحق المدني لتقديمه هذه السيديهات لانها توضح ان كل شخص من المتواجدين امام قسم السيده زينب جاء ليحطم وليسرق وليخرج مساجين وليسرق اسلحه وليحرق سيارات وليس جاء لمجرد المظاهره السلميه. وهذه حقيقه المحكمه لمستها من خلال العرض للسيديهات. فكل من يتكلم هو خارج الاوراق وخارج كل هذا. النهارده النيابه العامه على الفرض الجدلي المتهم من الثالث للخامس لم يكن متواجدين على مسرح الجريمه. وثبت يقينيا وجاء في الحكم ذلك انه ثبت يقينيا ان المتهم من الثالث للخامس لم يكن متواجدا على مسرح الجريمه وبالتالي قضت بالبراءه. استاذ كريم في قضيه تحال من غير تحريات؟ لا مستحيل طبعا. لسه طبعا حركه النيابه العامه طبعا بتجري تحريات طبعا القانونيه اللازمه طبعا وبناء على طبعا الادله المتوفره لديها طبعا تدي امر الحاله محكمه الجنايات وتشوف تحرك طبعا بكيف الواقع وبشوف الخصوم المتهمين فيها مين وتحل الامر محكمه الجنايات. بس حركة انا بس كنت عايز بس اعقب على اتصال الحاج فاتصل. هو ده بقى اللي احنا اللي خايفين منه يحصل. الناس تعتقد ان هو ده النهج اللي هتمشي عليه بقيه المحاكمات في قضايا قتل الثوار او المظاهرين او اصابتهم.
فيفتكروا هو ده النهج ويتم بقى تبرئه كل المتهمين في اي قضيه ثانيه. لا حضرتك مش ده النهج، احنا بس نطمن الناس، لان الناس قد تتخذ يعني قد تفتكر كده والامر يوصل بقى الى ما لا يحمد عقباه. الناس بقى تفتكر ان القضاء مش هيجيب لهم حقهم فيضطروا يلجأوا للتظاهرات او الحاجات اللي احنا ايه مش عايزين الامور تصل ليها. فلا حضرتك لا، كل قضيه ليها ظروفها والواقعيه ولهم ملابسها. الكلام ده مش كلام ده خطير يا عمرو بيه، وعلينا ان نفرق بين امرين. ان من يطلق عليه لفظ سائل او منصور هم المتواجدون في ميدان التحرير، اما الذين يهاجمون الاقسام الشرطه ويعبسون بمقدرات هذا الشعب ويتلفون امواله العامه، ده لا ينطبق عليهم لفظ صوار اطلاقا. الذي حدث لاقسام الشرطه يجب ان افرق واضع علامه استفهام. بس مش كل اللي مش قدام الاقسام بلطجيه، في ناس ماشيين في الشارع. انا هقول لحضرتك انا ما اروحش اهاجم منشات ومرافق عامه خاصة بالدولة عشان أقول إن دي ثورة. الثورة في ميدان التحرير، الثورة عندما تكون ثورة منظمة لا تتجه إلى العنف أو البطش بالآخرين. أنا بعبر عن ثورتي بشكل حضاري ومتحضر، ثورة سلمية لا تعبث بمقدرات هذا البلد. يعني نحن نفخر عالميا وداخليا ومحليا بميدان التحرير، هذا هو المكان الحقيقي للثورة، هو قبلة الثورة بالإضافة للثورات خارج القاهرة. ما تدركتش في كلامي إن الناس اللي هم قدام الإسلام ضحايا الإسلام نقول عليهم من ضمن الناس السلميين أو اللي هم ضحايا الثورة. لا حضرتك مش قصدي كلامي كده. أنا بقيت كلام حضرتك طبعا، ولازم نفرق طبعا بين الناس اللي هم ضحايا الإسلام أو ضحايا التحرير زي ما قلت حضرتك في بداية كلامي، وطبعا حضرتك ضحايا طبعا الثورة طبعا بيختلفوا تماما عن ضحايا التحرير. أنا يعني بصفة عامة بقول مش عايزين الامور توصل لابعد من كده، الامور توصل بعيد عن الناس تفتكر ان القضاء مش هيجيب الناس حقها والناس بتلجا بقى للامور التظاهريه والكلام ده اللي احنا مش عايزينه. انا بقول لا احنا مش عايزين يعني الناس أيوة، بس كان في ناس بترى استاذ كريم اسمح لي كان في ناس بتعتقد او ترى ان هذه الاقسام يعني مصادر للبطش من النظام السابق، عشان كده كانوا يتظاهروا امامها. برضو دي نقطه قيلت في ذلك الوقت. تمام حضرتك. لا انا حضرتك بقى انا ليه حضرتك انا ليه حق التظاهر السلمي مش حق البلطجه والترويع والعنف واستخدام البلطجه. حضرتك طبعا ده مرفوض اكيد. انا ليه حق التظاهر السلمي؟ مفيش مشكله، حق حضرتك دستوري وقانوني مكفول ليه. غير كده لا. استاذ سامي، الحصول على حكم البراءه كان امر سهل في هذه القضيه؟ انا افتكر ان المستشار عصام محمود رئيس الدائره كان رجل عادلا جدا ما بين محامين المدعين بالحق المدني ومحامين المتهمين، بانه لم يخص احدا حقه، بل استجاب لجميع طلبات المدعين بالحق المدني بما فيها تحريز اسطوانات اثناء الجلسات وعرضها والتعليق عليها واستدعاء 30 شاهد اثبات من قبل النيابة العامة واستجاب لنا بحضور شهود نفي، فلم يبخس حقنا لا في الدفاع ولم يبخس حق المجني عليهم في الدفاع. وده ردا على ان هو النهاردة هو انتهى من التحقيق في هذه القضية ولم يكتفي بتحقيقات النيابة العامة، بل ان النهاردة هو استجاب لطلبات المدعين بالحق المدني واستجاب لطلبات المتهمين، والمحكمة والقضية اصبحت مستوفاة امامه وبدأت المرافعة وتم البراءة، لأنه ليس هناك دليل في هذه الأوراق يكفي لإدانة أي متهم من الخمسة. ولما قضى البراءة هو أنا في رأيي وحكم عادل. أنا عايز بس أوضح حاجة أستاذ عمرو حتى لا يحدث لبس للمشاهد. أن هذا الحكم هو حكم جنائي، ونحن ما اعتدنا أن نعلق على الأحكام لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن هذا الحكم حكم جنائي ليس نهائيا أو باتا. أنا أتصور يمكن من واقع خبرتي ومن حكم عملي، أتصور أن النيابة العامة سوف تنقض هذا الحكم، لأن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة الجنائية، هي التي تمثل المجتمع. أنا تقديري أن هذا الحكم مطعون عليه بالنقد مقدما حتى قبل أن، لأن أنت عارف النقد 60 يوم منهم 30 للمحكمة التي أصدرته حتى تسبب حكمها خلال 30 يوم، ثم 30 يوما الباقية أو التالية من حق الدفاع أن ينقض فيها الحكم. لكن لأنه ما فيش متهمين خدوا عقوبة، فبالتالي ما فيش نقض من قبل المدعين بالحق المدني أو المجني عليهم، لأن هؤلاء تمثلهم النيابة العامة هي الوحيدة التي يجوز لها الطعن بالنقض على مثل هذا الحكم.
هل نحن أستاذ كريم في حاجة إلى محاكم خاصة لمثل هذه القضايا لسرعة تداول هذه القضايا والنظر هذه القضايا؟ ده كان مطلب الحقيقة من أيام من بداية الثورة. وبالنسبة للمحاكم الخاصة وكان قيل إن في أحد الآراء بالنسبة للقانونيين فإن لابد أن يكون هناك محاكم خاصة للفصل في مثل هذه القضية، ولكن ما هو المانع أن يفصل في هذه أمام المحاكم الجنائية أمام القضاء الجنائي العادي؟ ما هو السبب في إن إحنا نقيم محاكم خاصة؟ القضاء الجنائي قضاء اقتناع والتشكيك في الأدلة، المحكمة تقضي بالبراءة. إحنا النهاردة أمام أوراق والأوراق تكفي، وأنا برضو أحاول لحضرتك يمكن مثل صغير جدا في القضية دي. النهاردة من قدمنا النيابة بإيه؟ ما قدمنا النيابة النهاردة إنه في يوم 28 و29 بدائرة قسم السيدة زينب قتلوا عمدا بدون سبق إصرار وترصد كل من فلان وفلان 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 مع اتحاد إرادتهم. النهاردة أقول لحضرتك حاجة غريبة جدا، إن النيابة العامة قدمتها وفي عجالة من أمرها. النهاردة في واحدة من ضمن شهود الإثبات ساكنة في ميدان لاجوغلي مش قدام السيدة زينب، بتقول لك أنا في بيتي وتم إطلاق النار على عيني واللي أطلقوا ضباط اسم السيدة زينب. واحنا وضحنا الامور، هل ذلك لا يشكك في الادله المطروحه؟ اذا كان قرار الاتهام يخالف الحقيقه، قرار الاتهام اتحط كل البيض في سله واحده وتم امر احالته، لدرجه ان النهارده المتهم الرابع اللي انا امثل عنه على عميد هشام لطفي لم يكن متواجدا ومحدش اتهمه، ورغم كده نزل بتهمه القتل العمد والشروح في قتل دون اي سند من الاوراق. والمحكمة مجرد التلميح لهذا بموجب مستند رسمي انه كان يؤمن منافذ التحرير قضي ببراءة هذا المتهم، وباقي المتهمين كانوا معاه في نفس التكليف وتأمين ميدان التحرير. انا بشكر جدا حضراتكم على هذه الجلسة وشاكرين حضوركم، وبعد الفاصل لقائنا مع الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري.